مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنة والمناظير. أحدث جراحات السمنة المفرطة والسكر بالمنظار. أحدث التقنيات الأمريكية لجراحات السمنة. تحويل مسار المعدة بالمنظار. تكميم المعدة بالمنظار. تحويل مسار الاثني عشر. التحويل مع التكميم. كل العمليات تجرى بالمنظار بفتحات صغيرة. دكتور كريم صبري، دكتوراه الجراحة العامة والمناظير بكلية الطب جامعة عين شمس. مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنة والمناظير. السلام عليكم، اسمي صابرين محمد السيد، سني 45 سنة، وزني 115، بعاني من بعض المشاكل في السمنة، وقررت ان انا اعمل عملية. وبصراحة شفت الدكتور كريم في كذا قناة فضائية وقررت ان انا اتعامل معاه، لانه لقيته عامل حملة انه قرر ان هو يعالج فيها مرض السمنة والسكر، فقلت تمام اما اتفاعل معهم وشوف الدنيا ايه هتروح بينا غاية فيه. فالدكتور رحب بيا وقال لي اهلا وسهلا بيكي وتشرفينا وتعالي، انا عايزه اعمل عمليه تكميم المعده مع الدكتور كريم صبري عشان ابقى راضيه عن نفسي وعن شكلي، وتعالوا شاركونا العمليه ونشوفوا بعد العمليه بقى عامله ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم، انا دكتور كريم صبري. مدام صابرين 115 كيلو، احنا هنعمل لها تكميم معده ان شاء الله، تكميم معده بالمنظار. عمليه تكميم المعده او تحويل المسار او التحويل مع تكميم اساسي او تحويل مسار الاثنى عشر هي كلها عمليات الهدف منها انقاص الوزن. الحقيقه طبعا احنا يعني لابد من تفصيل العمليه على حسب متطلبات المريض بعد اخذ التاريخ المرضي وتاريخ التغذيه، واذا كان في علاجات يعني بناخدها، والسن حتى كمان، وكل دي عوامل احنا بنعتمد عليها في تفصيل العملية على المريض المناسب، لأن كل العمليات ما تنفعش لكل المرضى ولا كل المرضى ينفع لهم كل العمليات. حقيقة طبعا عملية تكميم المعدة من العمليات السهلة في إجراها، عملية بتجرى بالمنظار خلال فتحات صغيرة، إقامة أقل من 12 ساعة بعد العملية، بنحرك بعد ساعتين، بنشرب بعد 6 ساعات. الريهابليتيشن أو عادتنا للعمل بعد العملية، بنقعد يوم في البيت بعد العملية وبننزل شغلنا عادي. نزول الوزن ان شاء الله نزول مؤكد، ويعني نزول صحي سليم، وان شاء الله نطمنكم على مدام صابرين بعد العملية ان شاء الله. دي طبعا المعدة اللي احنا بنفصلها عن مجموعة الدهون دي. دي طبعا الدهون دي بتبقى متفاوتة من عيان لعيان حسب الاوزان، ودي طبعا احنا لازم نفصل المعدة عن الدهون عشان بعد كده نفصل المعدة الى جزئين، المعدة الجديدة والمعدة المتبقية، او دي قبة المعدة وده جسم المعدة ونهاية المعدة اللي هو الانترم. كل ده لازم يتشال بنسبة قد تصل الى 80%. دي الطريقة اللي احنا بنفصل بيها الدهون باستخدام جهاز الليجاشور، وده جهاز ما قلنا نوع متطور من اجهزة الكي، Advanced Bipolar Technology، اللي هو بيفصل الدهون عن المعدة زي ما احنا شايفين بجود هوميستيز، مفيش اي نزيف، مفيش اي مشاكل، الامور يعني يمكن بسيطة باستخدام كل التقنيات الحديثة. الخطوة الثانية من العملية ان احنا بندخل جهاز البوجي اللي هو بياخد حجم المعدة اللي احنا هنسيبه، نحط شاشة ونسيبها لنهاية العملية. بعد كده بنجهز، بندخل بقى جهاز البوجي اللي هيتم الفصل المعدة على المقاس بتاعه زي ما احنا شايفين ان هو واخد حجم المعدة عشان نبقى مطمنين. دلوقتي تم عزل الجزء، هي لبست وعزلت في نفس الوقت، ودي التكنولوجي المستخدم في طريقة اللي هي تكميم المعدة. احنا زي ما شفنا العملية سهلة جدا، في خلال 10 دقايق بيتم عملية التكميم. احنا فصلنا الدهون زي ما وريناكو عن المعدة، بقية المعدة فصلناها عن المعدة التانية اللي احنا هتتبقى، وفصلناها باستخدام الدبسات اللي احنا وريناها لكم، دبسات الامريكي، بتقص وتلحم في نفس الوقت، يعني تقص وتدبس 3 صفوف على اليمين و3 صفوف على الشمال بالطريقه اللي احنا شفناها دي. دي المعده اللي هتتشال في المنظر ده، هنشيلها بنطلعها. بتسالونا طبعا احنا بنطلعها ازاي، بنطلعها من البورتات اللي هي خلال الفتحه ال 2 سم، بيتم يعني تصغير المعده دي، عصرها شويه وبنشفط السوائل اللي فيها، وبنحاول نطلعها من نفس البورت الصغير عشان ما نعملش فتحات جراحيه.
ما تبقى من المعدة اللي احنا شايفينه دلوقتي بنعمل له اختبار تسريب عشان احنا بنخاف من التسريب في كل عمليات الجراحة. فاحنا دلوقتي بنحاول نحط الدبابيس تحت ضغط جامد، يعني بنحاول نعمل المعدة نخليها عبارة عن بالونة ونشوف احتمالية الدبابسات والدبابيس دلوقتي واحنا داخل العملية عشان نتفادى يعني التسريب. زي ما احنا شفنا كده المعدة دلوقتي عاملة زي عبارة عن بالونة، يعني لو في اي مشكلة في الدبابيس بتبان دلوقتي لان احنا حطينا تحت بريشر عالي جدا. المعدة زي احنا شايفين احنا خدنا جزء كبير جدا من جسم اللي هو نهاية المعدة الانترم. المعدة ستريت زي ما احنا شايفين كده بالمنظر ده، ستريت مفيش دبوس طالع ودبوس نازل، امورنا كويسة خالص الحمد لله، مفيش اي تسريب مفيش اي نزيف. بنطلب من دكتور التخدير كمان ان هو يعلي البريشر يعلي الضغط شوية عشان لو في نزيف لا قدر الله يبان داخل العملية ونقوم يعني نوقفه اثناء العملية، ما نسيبش العيان لظروف ما بعد العملية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اسمي صابرين محمد السيد، سني 45. قررت ان اخلص من السمنة، ساعدني الدكتور كريم صبري وقدم لي العون وخدني من ضمن الحالات وعمل لي العملية، وكنت خايفة برضو زيكم زي اي حد تاني بيخاف، لكن لقيت الحكاية جميلة جميلة ما فيهاش اي حاجة، كل ما عليكي بس ان انت يا دوبك تستفيقي من البنت. فقت وتمشيت على طول ومارست حياتي العادية بعد 3 ساعات، وديني قاعدة معاكم وبشركوا في اللي حصل لي مع الدكتور كريم، وبشكر كثيرا كثيرا الدكتور كريم والطاقم اللي معاه كله، طاقم التمريض طاقم التصوير كل 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 حاجه، شكرا جزيلا للدكتور كريم صبري. بسم الله الرحمن الرحيم، اطمنكم على مدام صابرين، هي عملت الحمد لله العمليه بالسلامه، عملت عمليه تكميم المعده، الهدف منها انقاص الوزن. عمليه تكميم المعده زي ما قلنا عمليه بتجرى بالمنظار خلال فتحات صغيره، ما بعد العمليه الحمد لله الافاقه كويسه جدا، الريهابيليتيشن او الاعاده للنشاط الطبيعي في خلال وقت قصير جدا، الخروج في المستشفى يمكن في خلال 12 ساعه ما بعد العمليه. عايز اوصل رساله اقول ان عمليات انقاص الوزن سواء التكميم او التحويل او التكميم مع التحويل او العمليه اللي هي السيدس لتكميم تحويل مسار الاس 12 هي كلها من العمليات الهادفه الى انقاص الوزن، كلها عمليات آمنة، كلها عمليات يعني مفيدة جدا في انقاص الوزن وعلاج بعض الأمراض الأخرى بنسبة شفاء قد تصل إلى 100% في السكر وخصوصا السكر من النوع الثاني. نسبة الأمان عالية جدا لأن طبعا احنا بنستخدم يمكن أعلى الحاجات في كل حاجة، مناظير هاي ديفينيشن، يمكن مستهلكات أمريكية بالنسبة للدباسات أو المستهلكات الطبية، أطقم طبية طبعا يمكن زي ما شفنا النهاردة دكاتره التخدير على اعلى مستوى، المستشفيات لازم تكون مجهزه على اعلى كفاءه يعني لاستقبال حالات السمنه المفرطه. يعني فان شاء الله هنطمنكم على بقيه الحالات والعمليات، يمكن عايز اوصل ان ما حدش تاخر فيها فعلا لان العمليات طبعا بتحل مشاكل قد تكون اجتماعيه، السمنه بتسبب مشاكل اجتماعيه كبيره جدا، بتسبب مشاكل صحيه كتيره جدا، بتسبب مشاكل يمكن في على مستوى العمل نفسه او الوظائف نفسها. فعمليات السمنة هي حلول آمنة لعلاج السمنة المفرطة والأمراض المصاحبة لذلك. مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنة والمناظير. أحدث جراحات السمنة المفرطة والسكر بالمنظار. أحدث التقنيات الأمريكية لجراحات السمنة، تحويل مسار المعدة بالمنظار، تكميم المعدة بالمنظار، تحويل مسار الاثني عشر، التحويل مع التكميم، كل العمليات تجرى بالمنظار بفتحات صغيرة. دكتور كريم صبري، دكتوراه الجراحة العامة والمناظير بكلية الطب جامعة عين شمس. مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنة والمناظير. ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم، يعمل على استعادة نضارة وشباب الوجه لتبدو أصغر شكلياً 10 سنوات. ماسي دورو جولد is one of the strongest cosmetics in the world. This cream can make you look 10 years younger. ماسي دورو جولد يحتوي على 56 عنصر أهمهم الذهب الخام،
عيار 23 والكافيار والكولاجين والهايلورونيك أسيد والسيرامايد المعروفة بقدرتها على إعادة شباب البشرة. The most active ingredients is the raw gold particles, caviar, collagen, ceramide, and hyaluronic acid. ماسي دورو جولد مناسب للرجال والنساء. ماسي دورو جولد مناسب لجميع أنواع البشرة. ماسي دورو جولد is suitable for men and women. It is suitable for all types of skin. The ماسي دورو جولد can bring back the beauty of your face and neck. ماسي دورو جولد مرخص من وزارة الصحة المصرية والاتحاد الأوروبي. ماسي دورو جولد مرخص من حكومات دبي الإمارات. ماسي دورو جولد خالي تماما من مشتقات الخنزير. منتج إيطالي الصنع. The six actions of ماسي دورو جولد is the anti-wrinkles, anti-age, whitening, moisturing, nourishing and face lifting. ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم لأنه بيساعد على استعادة نضارة الوجه لتبدو أصغر سناً بعشر سنوات. From the first apply of ماسي دورو جولد, your skin would look radiantly, softer and firmer. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب اللي بتشمل ماسي فارم إيطالي ومقرها سان مارينو إيطاليا, ماسي فارم إيجيبت ومقرها القاهرة مصر, ماسي فارم جولف ومقرها دبي الإمارات, ماسي فارم أمريكا ومقرها فلادلفيا بنسلفانيا. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب. السيدة لازم تهتم بنفسها في جميع مراحل عمرها, وأنا في وجهة نظري المتواضعة أنه كل مرحلة عمرية وليها جمالها وليها أحاسيسها الجميلة. يعني مثلا أنت بتبقي في مرحلة الشباب, مرحلة الانطلاق والانبساط, ويعني لسه صغيرة ما فيش مسؤوليات, فيعني بتبقي مهتمة بنفسك بشكل كبير. نيجي بقى المرحله لما تبقي ام بقى وتتجوزي, برضو دي ليها يعني احساس حلو جدا انك تبقي مسؤوله ويبقى عندك اولاد بتعتني بيهم وبتحطي كل مجهودك علشان تشوفي بعد كده ثمره مجهودك وتجني يعني ثمار تعبك ده مع اولادك وتشوفيهم احسن حاجه في الدنيا. بتيجي بقى المرحله بعد كده اللي هي الاسره بقى الكبيره, وبتلاقي ولادك دول كبروا وبيتلموا حواليكي وبتبقي انت مصدر الحب والحنان والأمان وحاجات كتير قوي حلوة. فكل مرحلة السيدة بتمر بيها أو الرجل كمان يعني بيبقى ليها صفات جميلة وبيبقى ليها أحاسيسها الجميلة. لكن اللي المفروض بقى يفضل معانا في المراحل المختلفة, مراحل عمرنا المختلفة, هو ما يتغيرش, هو حفاظنا على نفسنا وحفاظنا على شكلنا واهتمامنا بنفسنا. يعني في كل مرحلة لازم نواكب التطور ونواكب نشوف ايه الجديد ونسأل عنه, نجرب الحاجات اللي ممكن تبقى مفيدة خاصة لبشرتنا, وانا طبعا بتكلم عن الرجال وعن السيدات. فالبشرة الحلوة بتدوم عمر طويل وبتعيش مدة طويلة جدا, وكل ما تكبري تلاقي ما يبانش عليك ما شاء الله, تلاقي أولادك كبار وأحفادك كبار وانت لسه بجمالك وبرونقك وبجاذبيتك اللي ما بتنتهيش أبدا. من الحاجات اللي سيدات كتير جدا في جميع مراحل العمر المختلفة بتسأل عليها ومهتمة جدا انها تعرف معلومات اكتر عنها, هو كريم ماسي دورو جولد اللي هنتكلم عنه النهاردة في فقرتنا دي مع ضيفتي العزيزة دكتور هند نصير, مدير التطوير والأبحاث في شركات ماسي فارم. أهلا يا دكتورة هند. أهلا يا يوم. عاملة إيه؟ الحمد لله. يعني مراحل العمر المختلفة زي ما قلت كل مرحلة وليها جمالها, بس اللي المفروض نحتفظ بيه ونحافظ عليه هو جمال بشرتنا وجمال شكلنا, ده اللي بيدوم معانا, صح ولا صحيح غلط؟ صحيح مظبوط. هو في الحقيقة المفروض ان كل امرأة صغيرة كانت في السن او في كل حتى المراحل العمرية بتاعتها تهتم بنفسها وبالجلد. مهم قوي ان انا اهتم ببشرتي. طبعا البشرة دي هي اول حاجة الانطباع,
يعني انا لما بشوفك فانطباعي الاول اقول الله انا نفسي اكون شبهها، نفسي تكون بشرتي نقيه، نفسي تكون بشرتي صافيه، نفسي تكون بشرتي رطبه. فالبشره بتعكس يمكن 70% من الجمال بتاع الوجه. صحيح بالظبط كده، بتديكي احساس ان انت انا بكشفك، بقدر اقول انت نايمه كويس، بتهتمي بيها ولا لا، بكتشف شخصيتك من خلالها. برافو صح. كل ده طبعا احنا بنشوفه مع كل اللي بيهتموا، وروتينهم اليومي هو استخدام كريم علشان يحافظوا على البشرة بتاعتهم. طبعا الكريم يعني اللي عامل طفرة في التجميل مؤخرا، لان المحتويات بتاعته كلها حاجات مغذية فعلا، وبتدي نضارة وبتدي جمال للبشرة، هو ماسي دورو جولد. ماسي دورو جولد انا شايفة ان استخدامه لفترات انت هتستخدميه، هتبدأي بيه الاول ويبقى روتين ليك يومي، ويبقى ال- 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 الروتين بتاعك اليومي. اليومي طبعا. تحطيه صباحا وتحطيه مساء. فكرة انه تلاقي 56 مكون في حاجة واحدة، دي اول من عمل الموضوع ده فعلا. يعني مفيش حد عمله غيركم. فعلا فعلا الكريم ده انا شايفة انه هو كل حاجة تجميلية علاجية. الهيرونيك اسيد اللي موجود في الحقن بتاعة الفرار، هي المادة المالئة، هي عبارة عن اللي هو الهيرونيك اسيد ده، موجود المادة دي موجودة في ماسي دورو جولد. وكمان في ماسي دورو جولد مادة تانية رائعة جدا انا دايما بحب قوي ان انا اذكرها، هي الارجلين او الاسيتال هيكسابيبتايد، ودي من المواد المستخدمة في علاج بقى التجاعيد بتاعة الخطوط التعبيرية. الخطوط التعبيرية دي حاجة بتضايق الناس كلها، وحتى في سن صغير اللاف لاينز، الخطوط اللي حوالين بتاعة الابتسامة وانت بتضحكي، في ناس على طول ماسي بيعالج الخطوط التعبيرية دي. الخطوط التعبيرية عشان المادة اللي موجودة، المادة دي زي البوتوكس مش كده؟ المادة دي فعلا act like botox بالظبط، بتدي طبعا بس مع اختلاف الميكانيزم على العضلة، ولكن هي بتديكي نفس، مش هي مش نفس المادة ولكن نفس التأثير بالظبط، نفس الافكت. فالاستال هيكسابيبتايد لقوا في الريسيرش مؤخرا انها بتعمل ريلاكسيشن وتعمل ارتخاء في العضل. المعروف ان احنا واحنا بنبتسم واحنا بنضحك واحنا بنضحك قوي، كل ده المسؤول عن فتح الفم، المسؤول عن الضحك، كل دي عضلات حوالين الفم. كمان هنا كده او هنا حتى دول، كل دي كلها انا بشغل كده عضلات وشي. فلما باجي احط ماسي دورو جولد انا بستخدمه هنا، بستخدمه هنا كمان، البنات انا باين بحطه هنا، بحطه هنا كمان. هي طريقه الاستخدام ازاي يا دكتوره؟ طريقه الاستخدام بقى احنا عايزينها تكون، احنا طبعا بنحطه على الرقبه، وعايزينها تكون من تحت لفوق، نوزعه كده يبقى ضد اتجاه الجاذبيه. اوكي. من تحت لفوق. وهنا يتحط كمان هنا. الطريقه دي مهمه جدا علشان خاطر وانتي بتستخدميه تبقي اكيد انتوا دايما بتحطوا بتضعوا. احنا شايفين الفيديو معانا بتاع طريقه الاستخدام، لانه مهم جدا. وطبعا احنا عاوزين نقول ان هو ضغط، مش هو ضغط. ما بيتفتحش. لا 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 ما يتفتحش، هو ضغط. دي معقول طريقه بسيطه فيري سامبل ان انت تستخدميه. تحطي بقى تضعي كميه مناسبه على حسب كل كل بشرة. ممكن نحط ضغطة 2-3 على حسب حجم الوش. حجم الوش انا بحطه على رقبتي وبستخدمه، بس ده انا بقول لازم يكون روتين عشان تجيبي نتيجة حلوة. انا عايزة برضو البنات اللي بتستخدمه، كمان الشباب، انا مش عايزة انسى لان في رجال كتير اصبحوا برضو في الفترة الاخيرة بيهتموا ان هم عايزين يحافظوا على النضارة، وخصوصا المدخنين. لان التدخين طبعا احنا عارفين ان التدخين ده من ضمن الحاجات الكتير اللي بتأثر وبتجهد البشرة عندنا، السكين سيلز والخلايا بتاعتنا. فإحنا عندنا هنا في الكريم الكافيار بيشتغل ضد الأشعة ألترا فايلوت سوري ألترا فايلوت A وألترا فايلوت B، فضد أشعة الشمس كمان. وده مهم جدا، يعني جداً. ينفع صباحا كمان، يعني ينفع زي كواقي من الشمس. أنا بستخدم الكريم ولازم يعني أول ما بصحى من النوم بستخدمه، وبعد كده بستنى شوية وانزل بقى، ممكن احط شوية بلاشر كده يومنا ما يمنعش، شوية روش، شوية ماسكارا، ايلاينر كده بسيط، بس مش فول ميك اب، لانه في ناس بتبقى عاملة فول ميك اب. انت بعد فترة هتحبي النضارة
الجلو اللي طالع الذهب من الحاجات المغذيه جدا للبشره واللي بتدي جلو. طيب التراخيص يا دكتوره هند دي حاجه مهمه جدا، انه اي حد يشتري حاجه يبقى متاكد من تراخيصها وان هي مضمونه. اصل مترخصه دي يعني مضمونه طبعا، صح ولا غلط؟ طبعا انا مهم جدا في ماسي دورو جولد كمان، ده مهم جدا لينا علشان الحمد لله احنا لازم يكون في بيننا وبين الكاستمر في ثقه. فالترخيص ده كمان ليهم مصدر ثقه. فاحنا عندنا الحمد لله احنا مرخصين من وزارة الصحة المصرية والاتحاد الاوروبي وحكومات دبي، يعني ثلاث جهات مختلفة، ثلاث جهات. فدي اظن تضمن لو اي حد بيجرب ماسي دورو جولد ان هو ان الكريم نفسه يعني مرخص من اكتر من جهة، فدي نتيجة يبقى فيه نوع من الثقة لما تيجي تستخدمي المنتج. بالظبط، وده مهم. احنا بالزبط. كنا حريصين جدا في ماسي دورو جولد ان ده يكون مهم جدا علشان الكاستمر يبقى مطمن واثق من حاجه ويبقى واثق. طيب ليه دايما في ناس كتير بتسال عليه وانتوا بتقولوا انه مش هتلاقوه غير عند الارقام اللي او على من خلال الارقام؟ بالعكس، انا يومنا شايفه ان احنا مسهلين جدا الموضوع ده على يعني على الناس، يعني بدل ما تتصلوا او تجيبوه من اماكن يعني من ماركت، من عندنا هيبقى وسائل اتصال اسهل. يعني هو مش كتير موجود في الماركت؟ لا مش موجود غير لدى الشركه طبعا. فاسهل كتير ان انت تتواصلي، لان انت لما هتتواصلي كمان لو عندك سؤال عايزه تساليه بخصوص ماسي دورو جولد بتكلمي الدكتور تساليه، فهيبقى في تواصل مباشر بينك وبين ماسي دورو جولد نفسها. فانا شايفه ان احنا وفي وسائل طبعا الفيسبوك التواصل الاجتماعي موجود. خلونا نشوف الصفحات، يعني طبعا انتوا لكم كذا صفحه على الفيسبوك. لينا كذا صفحة واحده، فالفيسبوك بأرقام موجودين الحمد لله. الارقام مباشره موجودة على طول، انتوا بتكلمونا لو حابين ان انتوا تتواصلوا او ان انتوا تشتروا بعض المنتج. الصفحات يا جماعة دي بعض الصفحات. فلو حابين المنتج كمان فده بالعكس انا شايفة ان ده اسهل. طبعا اسهل كتير، اكيد طبعا، واسهل. وكمان انت جايبة المنتج من مكانه، صح، من المصدر لو في سؤال بتسأليه الدكاترة بيتجاوبوا معاكي جدا وبكل ساعة صدر، وبيكونوا حريصين جدا ان هم يوصلوا كل المعلومات للسادة المشاهدين وللكاستومرز اللي بيشتروا طبعا المنتج. طيب اذا هو كورس كامل، ما ينفعش ان احنا نستخدم يوم ونسيب يوم، او ان احنا يعني ما نستمرش على الكورس ده لان هو علاجي بخلاف ان هو كمان تجميلي. هو ده طبعا سؤال مهم جدا. ان الكورس كامل ده اي حاجه، يعني دايما اقول لهم يا جماعه بليز استنوا علشان توصلي للنتيجه اللي انت عايزاها. لان في ناس بتقول ليه مش اقل وليه مش هو لان ليه المحتوى معمول ومصمم علشان كل العناصر دي وكل الكونتنتس بتاعه الكريم تبقى تجيب نتيجه في الفتره اللي احنا اتكلمنا فيها. لان انا مش عايزه حاجه، مفيش حاجه سريعه سحر. الكريم ده روتين، احنا لازم نمشي على الروتين اليومي بتاعه علشان تبتدي تحسي بتحسن ملحوظ. فالازازه فيها المحتويات بتاعتها والحجم المناسب اللي هيديكي الافكت ده بعد الفتره اللي احنا اتكلمنا عليها. انت عارفه قصه انه هي 120 مللي دي حجمها مناسب جدا، لانه في ناس كتير بتقول طب ما تعملوا حاجات صغيره تكون بسعر ارخص. طيب هو لو حاجات صغيره هل هتدي نفس النتيجه زي الماسي بالرقب بالحجم ده؟ اعتقد لا طبعا. لان ايه، احنا ادينا كميه من العناصر اللي موجوده والكونتنتس المحتوى اللي موجود في الكريم موجود في ال 120 مللي. لو انا قللت الكميه انت مش هتشوفي النتيجه المرجيه من اللي انت عايزه تشوفيها مننا. زي ما انا بتكلم في يعني هي 120 مللي دي محسوبه طبعا. طبعا عشان تشوفي نتيجه مرئيه تشوفيها بعينك. لو اقل من كده ما اقدرش اقول لك ان انت هتاخدي اكتر فتره طويله جدا، وانت طبيعي بتبقي عايزه حاجه تجيب نتيجه في فتره بسيطه. ولو 3 شهور في كريم دي فتره هايله. دي هايله، دي هايله في 3 شهور هايله. فانا شايفه بالعكس ان ده من ضمن الحاجات الجميله اللي منجحها المنتج. بالظبط، ان هو بيقعد معاكي فتره طويله. بالظبط، وبعدين كمان الميزه ان انتوا مش حد معين اللي بيستخدمه او طبقه معينه او ناس شريحه معينه خالص.
انا عن نفسي بشوف ناس حلوين زي الفل عاديين جدا من محافظات ومن في انا بلاقي في اماكن بتتصل بينا انا ما اعرفش حتى هي موجوده مكانها فين. يعني موجوده هنا في مصر لكن انا ببقى مستغربه ان الحمد لله ماسي قدر يوصل لهم. طبعا اكيد وده دليل الانتجاح وده الحمد لله دليل النجاح. يا دكتوره هند انا بشكرك على وجودك معايا النهارده ضيفتي العزيزه الدكتوره هند نصير. اي حد عنده سؤال او استفسار يقدر يتواصل معايا من خلال صفحتي اللي هتظهر لحضراتكم على الشاشه دلوقتي. بنقابلكم يوميا 3 عصرا والاعاده بتكون 8 صباحا و12 مساء والحلقات كلها هتلاقوها على اليوتيوب. اشوفكم بكره ان شاء الله وانتم في احسن صحه وفي احسن حال. كنت معاكم يمنى طولان. سلام عليكم.